لا شك الجميع يعرف أن الحقبة الماضية التي مرت على الكويت هذه حقبة مظلمة مورس فيها كثير من الظلم وكثير من أنواع الاستبداد، وخصوصا على بعض أبناء الكويت الذين اختلفوا بالرأي مع هذه الحكومة، والتي مارست هذه الحكومة أقصى أنواع الظلم مع كثير منهم والذين يخالفونهم الرأي بسحب جناسيهم وتعريضهم وتعريض أسرهم إلى الإعدام السياسي أو الإعدام الحياتي أو الإعدام المجتمعي ونزع حقوق المواطنة منهم. هذه الأسر لا تحمل أي ذنب ولم تقترف أي ذنب حتى تسلب حقوقهم ومواطنتهم. هذه الحكومة يجب على من يوفقه الله في هذا المجلس القادم أن يتصدى لها وأن يضعها على المحك حتى ترجع الحقوق لأصحابها. نحن لسنا بصدد الحديث عن مثالب هذه الحقبة وهذه الحكومة الجائرة التي استعملت أقصى أنواع الاستبداد بحق بعض المواطنين. من منا اليوم يأمن على نفسه؟ الحكومة استعملت سلاح الجناسي لتكميم الأفواه، لتكميم أفواه المواطنين، وهذا السلاح سوف ننتزعه بإذن الله وبمشيئة الرحمن من أيادي هذه الحكومة، وسوف نخضعه لإرادة الأمة، ولن يكون في المجلس القادم بإذن الله بعد ذلك هذا السلاح بيد الحكومة، وسوف ينتزع، سوف ينتزعه الأحرار الذين سوف يأتي بهم الشعب الكويتي لقاعة عبد الله السالم. هذه الحكومة مارست كثير من الظلم بحق أبناء هذا الوطن. شنو ذنب نبيل العوضي أن تسلب منه مواطنته ويسلب منه حقه الانتماء في هذا الوطن وأسرته؟ شنو ذنب أحمد الجبر الذي حكم له وانتصف له القضاء في الأيام السابقة؟ شنو ذنب عبد الله البرغش الذي اختلف مع هذه الحكومة واستعملت ضده سحب الجنسية؟ وشنو ذنب العوائل والأسر التي تضررت من هذا القرار؟ شنو ذنب سعد العجمي الذي نفي خارج وطنه والذي لم يلتقي بأبنائه، الذي هو في بلد وأبنائه ببلد؟ تعرفون هذه المأساة، فليضع منا كل منا نفسه مكان سعد العجمي أو مكان عبد الله البرغش أو مكان نبيل العوضي أو مكان أحمد الجبر. حجم المأساة حجم كبير. هذه الحكومة تعاملت مع الشعب الكويتي بكل استبداد وبكل فوقية وبكل، نحن اليوم كانت الكويت تتقنى فيها الديمقراطية وكنا نحسد على الديمقراطية، اليوم وبكل أسف أقولها وبكل مرارة وحقيقة نحن اليوم في دولة بوليسية، وهذا ما حذرنا منه في المجالس السابقة في 2009 إن لا نتحول إلى دولة بوليسية. نحن اليوم فعلا وحقيقة في دولة بوليسية، دولة بوليسية تهدد فيها وزارة الداخلية كل من يختلف بالرأي مع هذه الدولة ومع هذه الحكومة. نحن إصلاحيون، نحن لا نريد إلا الإصلاح لهذا البلد والخير لهذا البلد. الدولة تريد والحكومة تريد أن تنقض على جيوب المواطنين. كل وسائل الإعلام انشرت في الأيام الفائتة أن الكويت محسودة على مركزها المالي ومحسودة على ملاءتها المالية، بينما نرى الدولة أنها تنقض على جيوب المواطنين. أنا بعرف المناقصات اللي بمئات والمليارات والتي لا تستحق القيمة الفعلية لها. وين 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 مجلس الأمة السابق من مراقبتها؟ وين مجلس الأمة السابق من محاسبتها؟ ما في لا حسيب ولا رغيب. كل الأمل بالشعب الكويتي أن يأتي بمجلس يأخذ على عاتقه تصحيح المسار وتصحيح كل الأخطاء التي يعني اقترفتها هذه الحكومة. وأنا أقول من هذا المنبر وأوجه رسالة للأخ مسلم البراك في زنزانته، قل له يا أبو حمود سوف نحمل مبادئك وسوف نحمل قيمك لداخل قاعة عبد الله السالم، وسوف نحمل كل ما تتمناه بإذن الله، ولن نخذلك في يوم من الأيام. والسلام عليكم ورحمة الله.